بودي، قصة علامة تجارية صنعتها المثابرة. على مدى 50 عاماً حملت بودي مسؤولية تحسين نمط الغذاء لدى المجتمع السعودي منذ لحظة انبثاقها من مجموعة باسمح التجارية عام 1969 على يد الشيخ أحمد سعيد باسمح. عرفت المملكة نهجاً جديداً لثقافة الطعام، أكثر من 200 صنف على أعلى معايير الجودة والسلامة من الباستا والتونة والأغذية والخضروات المعلبة، إضافة إلى خط إنتاج النكهات المختلفة ومتبلات السلطات وحتى مختلف أنواع المسليات والوجبات الخفيفة اللذيذة. توليفة سحرية لأطعمة صحية وشهية في آن واحد. نجحت في التوسع بأفكار خلاقة تتولد كل يوم لتناسب الأسرة السعودية، نجاح لم يتوقف عند حدود المملكة، فانتشرت فروعها في دول مجلس التعاون وجنوب إفريقيا والعراق والأردن.